السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم 5 أدوات يمكنك حملها في سلسلة مفاتيحك. واندر كيوب هو مربع سحري بكل المقاييس، يقوم بالعديد من الوظائف، أهمها إعادة شحن الهاتف والتي تصل قدرته إلى 9 فولت. كما يوجد به مصباح صغير يضيء لفترة طويلة نسبيا، إلى جانب اتصاله بالأجهزة الحاسوبية. سوف يوفر لك أيضا منصة لتثبيت جهازك بصورة تساعدك في مشاهدة الفيديو أو حتى الألعاب. باسفورد. نعاني جميعا من مشكلة نسيان الأرقام السرية الخاصة بالحسابات العديدة التي نمتلكها، فيسبوك، تويتر، جوجل، ياهو والعديد من التطبيقات الأخرى التي ننسى الأرقام السرية الخاصة بها. لهذا السبب نعرض لكم باسفورد أو جامع الأرقام. من خلال هذا المربع الصغير لن تنسى أي رقم سري خاص بك، لأنك بوضوح أكثر لن تكون مضطراً لحفظه. من خلال رقم واحد تقوم بتسجيله على باسفورد، سوف يقوم بحفظ كل الأرقام السرية الخاصة بحساباتك. ومن خلال ضغطة واحدة على أي تطبيق سوف يقوم بفتحه بكل سهولة. تايل ميت. بهذا الجهاز لن تفقد أغراضك من الآن. هذا الجهاز الصغير والخفيف يتصل بالهاتف ويجعلك في تتبع كامل للشيء المرافق به أيا كان، حتى السيارة إن قمت بوضعه بداخلها سوف يخبرك عن مكانها والمسافة التي تفصلك عنها. تايل ميت يمكن أن يرفق بحافظة النقود بالدراجة أو أي شيء تخشى أن تفقده أو تنساه.
call a charge. هو عبارة عن ثلاثة أجهزة في جهاز واحد، وكما قلنا يمكنك حمله في سلسلة مفاتيحك الخاصة. يقوم بإعادة شحن الهاتف ونقل البيانات وتخزينها بمساحة تبلغ 64 جيجا، كما أن به إمكانية توصيل جهازك بالحاسوب الخاص بك. Keyboard Slide. ماذا لو تركنا سلسلة المفاتيح جانبا ونركز جيدا في هذه الأداة التي سوف تغنيك عنها نهائيا؟ يمكنها أن تضم معظم المفاتيح الخاصة بك من السيارة إلى باب المنزل، كما أن بها مساحة تخزين تبدأ من 16 جيجا وتصل إلى 128 جيجا. إنها لا تتجاوز حجم أصابع اليد الواحدة وخفيفة جدا مقارنة بمجموعة المفاتيح الخاصة بأحدنا. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.